الموضوع معالي الرئيس، تفاجأ المستخدمون لخدمات الهاتف النقال برفع سعر التعرفة. التعرفة تم رفعها بدون سابق انذار، فقط تم استلام مسج ان راح ترفع اسعار الدفع الشهري للهاتف النقال من 6.600 دينار طبعا مع الضريبة الى 8.250 دينار. السؤال المطروح الان، بأي حق قامت شركة الاتصالات برفع هذا السعر؟ الكل يعرف ان موجود هيئة تنظيم الاتصالات هي اللي تنظم هذا السوق. وين دور هيئة الاتصالات؟ انا اتفق مع سعادة النائب ان هناك في حاجة الى حماية المستهلك بشكل اكبر، لكن احنا لا نقدر نستند فقط على دور ان في احد في شركة اتصالات قال والله هيئة تنظيم الاتصالات هي اللي وجهت برفع السعر. انا احب اقول لك ان القانون لا يسمح لهيئة تنظيم الاتصالات بالتدخل حتى في الاسعار. الاسعار اللي يحددونها هم مزودين الخدمة، فبالتالي اذا كان في هناك اثبات فعلا اثبات نقدر نعتد به على ان هيئة تنظيم الاتصالات تدخلت في فرض الاسعار، قدموا لنا الله يسلمك، واحنا مستعدين ان نبحثه ونتناقش فيه مع المختصين في هيئة تنظيم الاتصالات.